جماعة يا جماعة، ولأنه قلبي على الحارة وسكانها زرت بيت الدمراني وبيت السكاكيني وبيت أبو وهيب البطل وبيوتهم. شو هاي الكلمة فرحان؟ فرحان شو هاي الكلمة؟ أنت كاتبها هاي؟ أنا كاتبتها؟ أنت كاتبتها؟ أخرى أخرى ها إيه، وبيوت أخرى كثيرة كثيرة. وللأسف وللأسف يا جماعة وجدت ما لا يسر الخاطر، الرجال وليس كلهم يعذبون زوجاتهم ويهملون أولادهم، وفوق هذا وذاك يتصرفون كل من إيده إله، لا يسألون جيرانهم في البناية أو في الحارة. فأبو يلا بدنا نذكر اسماء بلا ذكر اسماء. ابو خالد ابو خالد ابو خالد بنت ابو خالد، وكلفوا مطبخه الشيء الفلاني ومدري منين، طوى الجيران 15 يوم بالتكسير والتخبيط والتطبيش وخلافه دون ان ياخذ اذن او يقول يا جماعه لا تؤاخذوننا. بيني يا ام احمد بيني، ابو خالد ما في غيره، هذا ابو خالد بريح يدي، عم تحط ايدك على الجرح على الجرح تمام. شكرا يا جماعة شكرا. ثم هذا الذي ما بدنا نقول شو اسمه، ما بدنا نذكر اسماء يا ابو وصفي، بهمنا المشكلة مو الاسم، مو اسم الرجال يعني، ما بدنا نحن نشهر بحدا. ثم قام بزت كل الطراب والاحجار والبلاط المكسره بالحاره دون اي احساس بالمسؤوليه، مع ان الحاره حارته والمنظر قدام بيته. هل هذا عمل صحيح يا جماعه؟ لا لا صحيح. وين التحلاية؟ وين التحلاية؟ وين الشاي؟ شو معروفة؟ طول بالك ابو وصفي، سمع يا جماعه طول بالك ابو وصفي على الطريق لنخلص حكي بس. نعم، وكمان في النسوان، مو كل النسوان يؤمنون واجباتهم. النساء ام النساء ايه رح تعملي لي هلا انت كمان مثل الصيداوي. وفي بعض النساء يهملون واجباتهم ويضيعون وقتهم بالنم والسرسر وبدسوا على بعضهم، وفي نسوان عينهم ضيقة على جاراتهم ما بيحبوا الخير لحدا، وفي نسوان بيتركوا ولادهم فلتانين بهالشوارع، اللي بيشعل الحريقة واللي بيلعب بالطراب واللي بيكسر شبابيك الجيران. لازم نحط حد لهالأغلاط ونوقف الفوضى عند حدودها. لكان حلوة داخل على حارتنا نشوفها مجأجأة، لأنه أم خالد بلا ذكر أسماء ما بدنا وحدة بتشطف شبابيكها وبتكب المي على الشارع وعلى الحارة، واللي بتكب زبالتها بلا كيس بوسط الشارع، واللي يا جماعة وما أكثرهن بينشروا الغسيل بدون ذوق ولا ترتيب، لدرجة بتبين الحارة من بعيد مثل سوق البالي، الأخضر جنب الأحمر جنب السيراقوني، يا إذا كان أبيض بتلاقيه مقلقل وبدون تقطيب. صح. شو قصدك أم أحمد؟ لا تكوني عم تلطشي كمان. شو بدها بده يصير؟ عم تقصد أم خالد ولا اللي فيه مسلي بتنغزه؟ نعم أبو وصفي، هذا اللي طلع منا؟ أنا فيني مسلي وتديدي أو أنت على أنت بقول عليك أنا أتبادل ببيتك وقدامك؟ أنا ببيتك يا أم أحمد، لا تخليني بديدي عليها، تركيها أم أحمد. عديم تيسير عدي، أبو وصفي مو قصده، حكياته مثل حبة البركة، بعدين رجاءً ما بدنا تدخلات، ما بدنا حدا يزعل من حدا، نحن هلا الآن عم نصحح أوضاعنا، ما بدنا مشاكل نهائياً، عدي. أنا مشانك تركته هالمرة. هيدي، الولد من الرعب عمل تحته، معلش.